مصر بكل فخر. جد الشيخ مبروك. صفية ازيك يا صفية؟ الحمد لله جد. تعال نقعد جنبي. خير يا بنتي؟ عاوزك تحكي لي حكاية مهران وصديق. تاني يا صفية، هو انا مش حكيتها لك قبل كده؟ بحب اسمعها منك يا جدي. حاضر احكيها لك تاني. كان يا ما كان، وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليك يا نبي. كان فيه راجل طيب، كان اسمه الشيخ السوالمي، وكان عنده من الذرية ولدين. الكبير كان اسمه مهران، والصغير كان اسمه صديق. وكان الشيخ السوالمي بيشتغل في أرضه بيده، وبيساعده ابنه الكبير مهران. وفي يوم من الأيام اشتد بيه المرض. مالك يابا؟ مالك يابا؟ قوم قوم يابا. أبا أبا قوم يابا. قوم أبا أبا قوم يابا. مالك يابا؟ أبا قوم يابا. قوم يابا. قوم بابا. قوم يا قوم يا قوم يا ابو مهران. ابو مهران سلامتك يا مهران. في ايه؟ مبروك ظهر النوبة. ظهر النوبة تجيلة قبل مرة. مبروك. ما تخافش يا ان شاء الله اقوم بالسلام. مهران مهران يا ولدي. نعم ابوي. امك واخوك صديق خلي بالك منه، أمانة في رقبتك يا ولدي، عشان ما لهمش غيرك بعد ربنا. لازم أخوك صديق يكمل علامه زي ما كان نفسي يا ولدي تكمل علامك. لكن أنت غويت الأرض، وأمك أمك يا ولدي تخلي بالك منها كأني موجود بالضبط. ما تخافش يابا، أمي وأخوي في عناية من جوا يابا. كده هموت وأنا مطمن، نسايب ورايا راجل يقدر يحافظ على أخوه ويصون أمه وأرضه. أم مهران أم مهران أم مهران. أبوي أبوي. بيموت الشيخ السوالمي وتصعد روحه إلى باريه، ويحتضن مهران أخوه الصغير صديق. وتمر أيام وشهور، وكان بيخيم على دار الشيخ السوالمي الحزن الشديد. وكانت زوجته الست أم مهران حزينة جدا لفراق الزوج الحبيب. وكان مهران الابن والاخ والاب بتاعه وامه واخوه الصغير صديق.
كان في اليوم يروح مع أخوه المدرسة ووصله بنفسه ويطمن عليه. كان مهران يحب أرضه لازم كل يوم يراعيها ويشتغل فيها بيده. بعد ما يخرج من المدرسة يروح يقعد مع أخوه في الأرض. كان مهران يكون فرحان وسعيد بيه. لما بيجي البيت يتونسوا التلاتة مع بعض. وآخر الليل ينام مهران وصديق ابن أمه ست صاحب. صباح الخير يا أمه. خير يا أمه. صباح النور يا حبايبي. تعالوا هنا اقعدوا جنبي. عامله ايه يا أمه؟ الحمد لله يا حبيبي. بكفاياك حزن بقى يا امه. ايوه يا امه، عايزين ترجعي زي زمان وتملى علينا الدار بضحكتك الحلوه. اعمل ايه يا ولدي، المرحوم ابوكو كان غالي عليا وفراقه كان صعب قوي. انت بتحكي بقى يا امه، اضحكوا والنبي. يغزي شطانك يا صديق. ده اكيد ابو الشيخ مبروك. اما قوم افتح لي. ربنا يخليك ليا يا ولدي، ولا يحرمنيش منك ابدا، لا انت ولا اخوك مهران ولا منك يا ام. اتفضل اتفضل يا بشيخ مبروك. يزيد فضلك يا ولدي. اسكت يا بشيخ مبروك. صباح الخير يا ست ام مهران. يسعد صباحك يا ابو شمس. ازيك يا صديقي يا ولدي. الله يسلمك يا بشيخ مبروك. اتفضل اقعد يا اخوي. وايه اخبارك يا ست ام مهران؟ الحمد لله، نعمه وفضل من عند ربنا. امال فين شمس يا ابو الشيخ مبروك؟ سالت عليك العافيه يا ولدي. شمس عند خلانها واحنا معديين هناخدها في طريقنا. الله يرحم امه، كانت من اعز الحبايب وما كانتش بتفارقني يوم. والله يا ست ام مهران، وهي كمان كانت بتحبك وتعزك زي اختها واكتر. دنيا يا شيخ مبروك. مش هلاقي ضفرها يا ست ام مهران، بس اللي حاسس فيه بنت شمس، حاسس انها وحيده في الدنيا دي. ليه يا ابو الشيخ مبروك؟ احنا مش اخواتها ولا ايه؟ اختكم طبعا يا ولدي، ده انا وابوكم الشيخ السوادمي الله يرحمه كنا اكتر من الاخوات. والله يا ولادي، الشيخ مبروك طول عمره ونعم الاخ. ربنا يخليك يا ست ام مهران، ده من اصلك الطيب. الله، وانتوا كمان قاعدين ليه؟ ما تقوموا تغيروا هدومكم بسرعه، خلينا نلحق صلاه الجمعه وبعد كده نخرج نتفسح زي كل مره. كان دايما الشيخ مبروك حريص انه يجيب لهم العسلية اللي بيحبوها.
سيك فاكر موضوع العسلية ده يا بشيك مبروك؟ مش واخد بالك ان احنا كبرنا عليه؟ لا واخد لي بالي يا مهران، ومهما تكبروا مش هتكبروا في نظري ابدا. ربنا يديلك طول العمر يا بشيك مبروك. ربنا يخليك لينا يابا ويخلينا خالة ام مهران. خالة ام مهران فكرتني يا شمس، دي زمانها دلوقتي جلجاني وعلى باب الدار رايحة جاية. وبعدها لك يا سليم في اللي احنا بنعمله ده. في ايه بس يا بياض؟ وكنت من شوية مبسوطة وزي الفل. مبسوطة عشان معاك وبحبك، لكن نهايته ايه اللي احنا بنعمله ده؟ خير ان شاء الله، بس وطي صوتك لحد يسمعني. وايه اللي يعيشنا بخوفك ده؟ قلت لك 100 مرة نتجوز ونعيش زي الخلق. نتجوز ازاي وانا ما احتكمش حتى على اللبا؟ اصبري شوية وربك هيعدلها. لا انا صبرت كتير قوي ومش صبرة تاني، ودي اخر ليلة هتشوفني فيه. طب استني يا بياض، انا عندي حل بس خايف لا تفهميني غلط. حل ايه ده؟ اسمعيني كويس، الحل الوحيد انك تتجوز مهران السهلمي. انت اتجنيت يا سليم؟ يعني بعد ما تاخد مني كل اللي انت عايزه ترميني؟ لا عاوز نتجوز غيرك. انت عارف انك ندل وتكذب علي. افهميني كويس يا بياض، انا بحبك ولا يمكن استغنى عنك، بس جوازك المهران السوالمي في مصلحة كبيرة لينا. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان مهران عنده اراضي كتيرة وما فيهاش حاجة لما تتجوزيه شهرين ثلاثة، وبرضه هنكون مع بعضينا والارض والدار هيكونوا ملكنا، وساعتها بقي هنعيشها صح انا وانت يا بياض. ودي كانت الحية بياض والشيطان سليم اللي اتفقوا على مهران وانت الشيخ السوالمي، ومن هنا تبدأ الحكاية. اتفضل يا بشيك مبروك. اتفضل يا شمس، مساء الخير يا امي. شبه ايه يا ولدي؟ ايه اللي اخركم من جديد؟ شفت يا بشيك مبروك، مش قلت لك زمانها جرجان وراحة جاية في الدار؟ ودي حاجة جديدة يا مهران، ما طول عمرها بتقلق عليكم. هو انا ليا غيرهم يا شيخ مبروك عشان اقلق عليهم؟ ربنا يخليك ليهم يا خالة ويطول في عمرك. طب بالاذن احنا بقى يا ست ام مهران. اذن ايه يا شيخ مبروك؟ ده انت وشمس لازم انت تتعشوا معانا الليلات. معلش يا خالة عايزة اروح انام، بس تعبت قوي قوي النهارده في الفسحة. جري يا شمس، انت عايزه تكسري كلام ام مهران. ما اقدرش اكسر الكلمه لسي مهران ولا امسي مهران. خلاص يا بشيك مبروك، يلا بينا على العشاء علشان العصافير بطلوا الصوصو. هنقول ايه؟ ادخلي يا شمس يا بنتي. اتفضل يا بشيك مبروك، اتفضل. في نفس الليله حضر سليم لدار مهران علشان يبدا في تنفيذ خطته. مهران سليم عايزك بره. سليم، سليم تاني يا مهران؟ مش قلت لك قبل كده تبعد عن طريقه؟ ده طريقه كله شر يا ولدي. شر ايه بس يا امه؟ ده سليم غلبان وقلبه طيب. طيب ده انت اللي قلبك طيب يا مهران. بالاذن بقى يا ست ام مهران. بقى مهران الجدع الزين يتماشى مع الشيطان اللي اسمه سليم دي. طب ما تنصحه وتوعيه يا بوي. تعبت من الحديث معاه يا بنتي وما قدرتش اقنع انه يبعد عنه. مهران لازم يبعد عن سليم باي طريقه، هي بصراحه كده قلبي مش متطمن. ربنا يسترها يا بنتي، ربنا يسترها. كيفك يا سليم؟ وحشني يا راجل. وانت اكتر يا واد عم، بس انت عارف المشاغل بقى. مشاغل ايه يا سليم؟ ده انا عمري ما شفتك بتشتغل يوم. بوب جري يا مهران، لازم تحرجني كل مره كده؟ ولا احراج ولا حاجه، اما اقوم اخلي خالتك ام مهران تعمل لنا كوبايتين شاي. ولا شاي ولا حاجه، وياك مش ناوي تخرج الليلادي؟ لا تعبان شويه. انت ناسي النهارده ليله المولد؟ بوب تصدق كنت ناسي يا سليم. طب على العموم
اقوم اغير خلقاتي ونروح المولد مع بعض. ماشي يا اخوي. بعد اذنك يا سليم. اذنك معاك. لا قول لي يا مهران، مش ناوي تتجوز ونفرح بيك بقى؟ لا، لما تتجوز انت الاول. لا، انا جربت حظي مره وكفايه لحد كده. وكان ماله حظك يا سليم، كان زي الفل، بس انت طبعك الحامي الوليه ما تحملتش، مش هتلاقي ضفر فتحيه الله يرحمها. طب قفل على السيره دي وقول لي. اقول لك يا سيدي، ايه رايك في البيت بياض؟ بياض بتقوليها يا سليم؟ مالها بياض يا مهران؟ وفي احلى والاجمل منيها في البلد دي كلها؟ ما قلتش حاجه، بس بياض كانت متجوزه وجوزها مات الله يرحمه. بس يا سليم، ما بسش ولا حاجه، سيب الموضوع ده عليا وان شاء الله هتكون من نصيبك. صباح الخير يا ام. يسعد صباحك يا ولدي. ايه من سهرك كم لحد الوكيل؟ اخوك مهران سهران لحد الوكيل برا وقلبه واكلني عليه. يا اما مهران اخوي ما تخافش عليه، على العموم انا رايح اصلي الفجر وانا جاي هبص عليه. اهو جه يا ام. صباح الخير يا صديق. صباح النور يا اخوي. صباح الخير يا ام. يسعد صباحك يا ولدي. سهرانة ليه يا أم لحد الوكيل؟ خايفة عليك يا مهران. خايفة علي؟ من إيه يا أم؟ من الشيطان اللي اسمه سليم. يا أم قلت لك متمرة سليم ده غلبان وقلبه طيب. بالإذن يا أم، أنا رايح أصلي. إذنك معاك يا ولدي. على مالك يا صديق، وخلي بالك من الطريق. اسمع يا رنال، العمر بيجري بيا، وأنا عايز أفرح بيك أنت وأخوك قبل ما أموت. بس كده، إن شاء الله قريب قوي، هفرح قلبك يا ست الحبايب. يفرح قلبك يا ولدي. يلا بقى يام عشان ترتاح شوي. ونجح الشيطان سليم والحية بياض في خطتهم، ووجع مهران الغلبان في شباكهم. ويا خسارة يا مهران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مهران. متجمعين عند النبي ودايما كده فرحانين. متجمعين بيك يا اخونا. تعالى يا دناي جنبي هنا، لك عندي خبر زين. حاضر يا امي. بس انت كمان لك عندي خبر حلو قوي. ازيك يا شمس؟ تسلم يا سيدي مهران. قولي بقى الخبر الحلو يا امي. لا قولي انت الاول. انا نويت اتجوز يا امي. عمرك اكبر من عمري يا دناو. قول لي بقى يا اخوي، من سعاده الحظ دي بياض. بياض يا صديق. الله يسامحك يا مهران يا ولدي. بالاذن يا ست ام مهران. خير يا بشير مبروك. ومالها شمس؟ مش عارف مالها شمس ولا حاجة. ولا حاجة يا ولدي. ربنا يصلح حالنا وحالك. ايه اللي انت قلته ده يا مهران؟ اللي سمعتوه ياما. وايه الغريب فيك دي؟ مش عارف ايه الغريب يا اخوي. لا معرفش. وبعدين هو غريب اللي اتجوز؟ مش ده كان طلبك ياما؟ طلبي ايوه وتتجوز ايوه، بس مش بياض يا ابن الشيخ السوالي. مالها بياض يامه؟ انت عارف وانا عارف والبلد كلها عارفه ان بياض دي تغفر الله العظيم ظلم. ظلم يا سطين. وانتوا عارفين ان الناس لما تمسك حدوته وتكبرها. وايه ليه مجبرك تاخد واحده زي كده يا دنان؟ ده مش اول بختك ياما. ما تظلمش يامه، ما تظلمش يامه. اسمع يا اخوي، شمس بنت الشيخ مبروك بتحب توصينا. حرام عليك تكسر بقلبها، هي بتحبك. شمس زي اختي يا صديق وعمره ما فكرت فيه. ده شيطان ركب راسك، واللي انت هتعمله ده هيهزك ويهز اسمك واسم عيلتك في البلد. حرام عليك يا ولدي. حرام عليك انت يا امه. حرام عليك. انا بحب بياض وهتجوزني. هتجوزها يا امه. هتجوزها يا صديق. خسارة يا مهران، ودي أول مرة بتعصي فيها أمك
وتغضب الكل منك يا ولدي. وركب الشيطان راس مهران وفعلا راح لهم الدار يطلب يدها، واستقبلوا مهران احسن استقبال، وكانت بياض مرتبه لكل شيء ومتفقه مع امها الحيه الكبيره جليله. وفي قاعده واحده خلص الكلام واتفقوا على كل شيء. يا خساره يا مهران. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا معقول يا خلف؟ مهران ولد الاصول يتجوز من بياض بنت جليله؟ والله ما عارف الواحد يقول ايه. الله يكون في عون الست ام مهران. ده قليل انما واحد فيه. هو حر بقى، احنا تعبنا من الحديد ده معاه اللي يسيبه من الجوازه دي، وبرضه دماغه والف سيف انه يتجوزها. يا خساتك يا مهران، انتوا فاكرين الجزء الاولاني مجاهد الله يرحمه ما كملش معاه سنه وفرسه لحد ما مات؟ عندك حق يا عوض، فضلت تسلف في ماله لحد ما بيعت ورده وماتوا بحصرته. ربنا يستر عليك يا مهران. ودخل مهران شق الحي، وكان فاكر انه في الهنا هيبات. ويا خسارة يا مهران. وشمس يا جدي، ايه اللي حصل لها؟ شمس يا عين على شمس واللي حصل لها. بعد جواز مهران اتبدل حالها من حال لحال، وحلفت يمين الله إني ما يكون لها في الجواز نصيب، وسكنت البنية الدار وعاشت على ذكرى الغاب. ايوه يا سيدي. ماشي يا بياض. استنى يا اخوي، مستعجل على ايه؟ ولا مستعجل ولا حاجه يا بياض. انا عايزك تمشي وسط البلد ولا عمدتها؟ عمدتها؟ عمدتها بحاله. ايه اجل منها؟ ولا اجل ولا حاجه، بس يلا يلا يا بياض. صباح الخير يا ست الكل. صباح الخير يا غنوه. على فين؟ على الصبح كده؟ على الارض يا ام، كفايه بقالي اسبوعين زهقت. بقى كده يا مهران؟ بضحك معاك يا بنت. هتفطر الاول يا دنار؟ لا يا ام، هفطر في الارض. عايز حاجه يا ام؟ ربنا يخليك يا ولدي. يلا سلام عليك. وعليكم السلام.
السلام عليكم يا رجاله. خير يا رجاله؟ ما بتردوش سلام ربنا ليه؟ ما هنردش يا سيدي، انت شاركنا في ايه يا جاوي؟ وبتكلمني ليه كده؟ ما انا عايز اكلمك كيف يا سيد الرجال. يكلمني كيف؟ يكلمني كيف؟ ما بكلمه. هو ايه اللي كان حصل يعني؟ مش عارف ايه اللي حصل يا ولد شيخ السوالمي، يا ولد الاصول. تقصد ايه بكلامك ده يا عوض؟ اقصد بقى ولا ما اقصدش؟ خلاص ما عليكش تفرق، اتكل على الله يا مهران واكسر الشر. شرين يا جاوي، احنا طول عمرنا اصحاب وحبايب، فهموني ايه اللي حصل مني يخليكم تعملوا معايا كده؟ وعشان احنا اصحاب وحبايب واكلنا عيش وملح مع بعض هملنا يا مهران. وخليك بقى مع سليم والسنيوره اللي انت اتدوستها. اخرس يا كلب، ما تجيبش سيره مرت على لسانك بدل ما اقطعهولك. شر الشر يا مهران، واتكل على الله من هنا وقاوم. مش كلب، كلاب هم اللي خدوه في سكتهم. حتى انت يا سويلم، انت اللي عملت في نفسك كده وخسرت الكل. سبب جواتك من بنت جليله، واحنا ياما نصحناك وبرضه ما سمعتش الكلام يا مهران. وخسر مهران كل اصحابه. وحب واحترام الناس ليه. يا خسارة يا مهران. وكانت دايما الست ام مهران تقضي حاجة الضار بنفسها وتتحمل كيد الحية بياض لأجل خاطر ولدها مهران. العشاء جهز؟ أيوة يا بنتي. عنك يام، طول ما أنا في الدار يدك ما تتمدش على حاجة واصل. جدع جدع يا بياض. هو أنا ليه غير أمي صالحي؟ ربنا يصلح حالك يا رب. أمين. مساء الخير يا ست الكل. يسعد مساك يا دناوي. أمال فين صديق أخوي؟ أنا هنا. إزيك يا صديق؟ الله يسلمك أخوي. ومالك يا واد؟ بتقولها من غير نفسك دي؟ ولا حاجة يا مهران. طب اقعد يا مهران، دوق عمايل ايدي. اقعد اقعد يا صديق. يا بسم الله الرحمن الرحيم. واقفة ليه يما؟ اقعد. مش نفسي يا ولدي، أنا داخلة أعمل كشاي. وبدأ مهران يتغير حاله مع أمه وأخوه صديق اللي وصاهم عليهم والده الشيخ السواني. وبدأت الحية تنظر لصديق نظرات غريبة. يما 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 صباح الخير يا صديق. أمك مش هنا؟ فوق في عشة الفراخ. عايز حاجة أعملها لك؟ تشكرين يا مرت أخوي، مش عايز حاجة. سليم. بياض؟ أيوة بياض. كنت مستني حد تاني إياه. ولا حد ولا حاجة. السهل جابك هنا يا بياض. رجلايا اللي جابتني. ايه ما توحشتكش؟ اتوحشتك، بس لو حد شافك هنا هتبقى مصيبة. قلبك بقى رهيف وبقيت بتخاف يا سليم. سليم ما بيخافش، بس لو مهران عرف انك جيت هنا مش بعيد يقتلك. يقتلني؟ الظهر انك ناسي مين بياض يا سليم. طب عايزة ايه يا بياض؟
يجي لي الليلة. أجي لك الليلة؟ طب إزاي؟ وفين؟ عندي في الدار. أنت أكيد اتجنيتي. أجي لك إزاي الدار؟ طب واللي قاعدين فيه؟ ما تخافش يا سبع الرجال، مهران وأخوه سهرانين الليلة في ري الأرض. طب والولية أم مهران؟ لا، أم مهران دي بتنام المغربية. أنا ماشي يا سليم ومستنياك. كنت فين يا بنتي؟ كنت مطرح ما كنت. وبعدين أنا محبش حد يسألني كنت فين وراحة فين وجايه منين. ازاي يا بنتي؟ احنا مش متعودين على كده، والست قبل ما تخرج لازم تقول لجوزها. نعم نعم يا حبيبتي. لا يا حبيبتي الكلام ده ما يمشيش معايا، ده انا بياضي يعني ما حدش ليه حاجه عندي. مالك يما؟ ازاي دي بتكلمك كده؟ دي يا متعلم يا بتاع المدارس، انا اسمي بياضي ولو ما كنتش عارف اعرفك. اتعلم غصب عني. في يا ستين سوقكم على الديه ليه؟ حبني يا مهران اخوك وامك عامل عليا ربطين. ربطين؟ وصلت للديه ياما؟ وصلت للديه يا ستين؟ مفيش حاجه يا ولدي. مفيش حاجه يا اخوي. لا في، انا من يوم ما جيت الدار دي اخوك وامك مش طايقيني وما كانوش عاوزيني اروح اقعد عند امي. استني يا بياض اطلعي فوق وانا ليا سيرف. طالع اما اشوف اخرت. ليه يا ام؟ ليه بتعملوها كده؟ ده انا عمري ما قصرت معاكم في حاجه. حرام عليكم، حرام عليكم يا ام، حرام عليك يا ام. ايه اللي بتقوله ده يا اخوي؟ ازاي تكلم امك بالشكل ده؟ تعال تعال يا صديق اسمع. ان كنت فاكر نفسك علمت كلمتين في المدارس هتطلعهم علينا؟ يبقى فوق يا صديق. انت مالكش في الدار دي غير لقمتك وهجمتك ومصاريف علامة. ده كنت عايز تتعلم، مفهوم يا ولد؟ اقصى عليك يا مهران يا ولدي، اول مرة تقصى على اخوك كده؟ ايه دي الوصية اللي وصى لك المرحوم ابوك؟ انا ما خلفتش الوصية يا ام. النهارده صديق يده قبل يدي في الارض، مفهوم يا ولد؟ مفهوم يا اخويا. تزعلش من اخوك يا ولد؟ انا مش زعلان من ايه يا امي؟ انا عارف انه غصب عني، ربنا يسامح. خسارة يا خسارة لما بيوت الأشراف والناس الطيبين تدخلها الشياطين. وبدأت الحية بياض تستقبل الشيطان سليم في دار الشيخ السوالمي، وتكررت المجابلات ما بينهم في الوقت اللي بيكون فيه مهران وصديق برا الدار. وكانوا دايما بيخططوا ازاي يستولى على الارض والدار بتاع مهران وصديق. وفي ليلة من ليالي ولما كان الشيطان سليم مع الحية بياض في الدار، Thank you.
ولما حست الحية بياض إن أمرها انكشف جن جنونهن، وعلشان ما ينكشفش أمرها قررت إنها تتخلص من أم مهران. يشوف أمه الغالية لسه هاندة قدام عينيه. وحضن مهران أمه وهو مش مصدق نفسه إنها بقت جثة هاندة بين يده. ونزلت الحية بياض وكأنها ما تعرفش شيء. حزن الشديد علشان ما يكشفش أمرها، لكن نظرات صديق ليه كان حاسس إن اللي حصل بيه بسببه، وحبه لأخوه الكبير خلاه يسكت ويكتم في نفسه. ويا خسارة يا مهران، تمر أيام وشهور على موت أم مهران، وكان مهران دائما حزين وضميره كان شايفين اللي حصل لمهران يا رجالة بعد موت أمه؟ الله يرحمها، كانت ست طيبة. هنسيبه كده يا رجالة؟ طب هنعمل له يعني؟ ونعمل إيه إزاي يا سويلة؟ ده مهما كان ما بيننا عيش وملح، ولازم نقف جنبه في الظروف دي. جرى إيه يا عوض؟ أنت عايز البلد تقول ماشيين وراه عشان خاطر مرته؟ قلبك بقى جاحد يا سويلة، أنت بالذات كان روحك فيه. طب عايزين نعمل إيه يعني؟ نصالحه ونشد من آزره. خلاص اللي تشوفوه. طب يلا بينا. مهران؟ مين يا شمس؟ ده سي مهران يا أبا. مهران؟ ابن الغالي؟ ادخل يا مهران الدار دارك. ازيك يا بشير مبروك، وحشني جو. وانت كمان وحشني يا ولدي، تعال هني اقعد جنبي. لا حول ولا قوة الا بالله، مالك بس يا مهران يا ولدي؟ خايف يا بشير مبروك لا تكون امي ماتت وقلبها غضبان علي.
أم مهران الله يرحمها كانت من الناس الطيبين وأمرها ما شارت في نفسها من حد. إيش حال بقى مهران الغالي؟ هون على نفسك يا سي مهران، حزنك يعز علينا. مش قادر أنسى يا شمس إني في يوم زعلتها مني ورفعت صوتي قدامها، من ساعتها مش قادر أسامح نفسي. ما تشيلش في نفسك يا سي مهران، وابقى روح زورها يمكن ساعتها قلبك يرتاح. والله يا ابني أنا بدعيكم في كل صلاة أنت وأخوك صديق إن ربنا يكرمكم ويبعد عنكم ولاد الحرام. يا رب. خلي بالك من نفسك يا ولد، وخلي بالك من أخوك صديق، لا ملوش في الدنيا غيرك بعد المرحوم أبوك والمرحوم أمك. ما تخافش يا شيخ مبروك، صديق في عينيا من جوه. مساء الخير يا صديق. نفسي اعرف انت ليه ما طيقنيش؟ اطيق ولا ما اطيقش؟ انت حيالله مرات اخوي. مرات اخوك بس؟ امال ايه تاني؟ يعني معرفش ممكن يكون ايه تاني؟ انت عايزة مني بالظبط؟ عايزاك، عايزاك انت يا صديق. تبين عليك اتجنيتي. ايه اللي خرجك من الدار يا بياض؟ ومش راجعاها تاني يا مهران. ليه بتقولك دي؟ بجسمع يا مهران، بنت بياض ما هيش راجع البيت ده تاني طول ما فيها اخوك الشيطان اللي اسمه صديق. شيطان وصديق؟ ايوه شيطان، ولولا العيش والملح اللي بيننا لكنت قتلته بيدي. بتقولي ايه يا حماتي؟ وجبتلي مين؟ صديق، صديق اخوك اللي كان عاوز يدوس على شرفك. شرفي؟ انت اتجنيت يا بياض؟ ابقى مجنونة بجد لو رجعت الدار دي تاني طول ما فيها صديق. معقول؟ صديق اخوي؟ ده انا اللي مربيه بايدي، وكمان ده متعلم مش بيفوت فرض ربنا. فرض ايه يا مهران؟ فوق لنفسك، اخوك اللي انت عامله ملاك كان يحط راسك في الطين. طين؟ صديق؟ سعاد يا اخوي. هتعرف، هتعرف يا صديق. حاضر يا مهران، يلا بينا. مالك يا اخوي؟ وقفت ليه؟ مش قادر اكمل معاك الطريق يا صديق،
تعبان يا اخويا شيلك؟ هتقدر يا صديق؟ وعد بيك بحور كمان يا اخويا. كمان بحور؟ انا ياما شلتك وانت صغير وياما دلعتك ولا ناس يا ابن ام وابوي. فاكر يا اخويا وعمري ما نسيت، بس نفسي اعرف مالك. ماليش يا ستي، ويلا بقى عشان نخلص. حاضر يا مهران، حاضر. صديق وبياض يا جدي، رجعت الدار؟ رجعت يا بنتي بعد ما اطمنت انها خلصت من الجميع، وتمر ايام وشهور، وكان كل اللي يسأل عن صديق كان مهران يقول له سافر مصر يكمل اعلامه. وبعد موت الست ام مهران وصديق، الجو راج للحية بياض والشيطان سليم، وبدأ يروح لها الدار ويتقابلوا من تاني. وفي ليلة من الليالي اتفقوا الاتنين مع بعض انهم ينفذوا خطتهم ويستولوا على الأرض والدار. وفي ليلة من الليالي حضر سليم لدار مهران، لكن الليلة دي كان مهران سهران في أوضته، وكان سليم محضر عبود بيع الأرض والدار، وكمان كان معاه المخدر اللي هيخدروا بيه المسكين مهران، وانصرف الشيطان سليم. ايه اللي اخرك ليه يا بياض؟ اتأخرت ولا حاجة يا اخوي، عشان اعملك كوباية شاي بمزاج. تسلميلي وما يحرمنيش منك ابدا. خلي يحرمني منك يا قلبي بياض. اشرب الشاي، اشرب يا مهران. الله، احلى كوباية شاي في الدنيا. بالهنا يا مهران، مطرح ما تسري تمري. جرى ايه يا بياض؟ ايه اللي جابك هني؟ ما صحتنيش من النوم ليه؟ على الاقل كنت اوصلك. جايه داري يا مهران. دارك؟
واللي هناك دي مش دارك؟ لا داري، واللي انا عايزاها فاضيه. فاضيه؟ وهنعيش فين؟ قصدك انت هتعيش فين؟ فهمي انت يا ام عشان ما فيهاش دماغ افهم. بقى اسمع يا مهران، احنا هنديك فرصه داخلي الليل تخلي فيها الدار والارض، وده عشان خاطر العيش والملح اللي بيناتنا. دار ايه وارض ايه؟ ارض بيتي ودار بيتي اللي انت كتبتها لها وختمت وبصمت عليها. انا لا ختمت ولا بصمت. لا ختم وبصمت، وادي صوره من عقود البيع. معقول تعمل كده يا خيمي؟ بعد يدك، مالكش حاجة عندي. لا علي، لي عقود الأرض والدار اللي بصلتيني عليهم وأنا نايم. صوتك ما يعلاش إنه في داري، وإلا مش هيحصل لك طير. أنتوا متفقين علي؟ متفقين بقى، مش متفقين، كل واحد يروح لحال سبيله. نفسي أعرف ليه عملت كده؟ ده أنت مش ناقصك أي شيء. ليك حاجة تتريقي؟ ما انت زي الحية، اتمسكنتي لحد ما تمكنتي. انت طارق يا بياض، طارق يا بياض. كويس قوي انك فكيت الطوق اللي كان حوالين رقبتي. واسمع ما اقولك، انت من الليلادي تلم خلقاتك وتخلي الدار، وبالنسبة للأرض هسيبك لحد ما تحصد المحصول عشان تعرف ان انا بنت أصول. مش عايز أرض ولا دار ولا حتى محصول ولا عايز حاجة منك. أمك يا مهران اللي ما كانش ليها غيرك بعد ربي، وضيعت أرضك ودارك اللي قعدت طول عمري محافظ عليهم من أجلكم. ليه؟ ليه يا ولدي عملت في نفسك كده؟ سامحني يابا. ربنا يسامحك يا ولدي. روح روح، ربنا يهديك ويصلح.
بوي بوي. وبدأ مهران يبحث عن عمل علشان يتعايش منه، لكن للأسف مش حد من أهل البلد كان موافق إنه يشتغل عنده، حتى أصحابه بسبب جوازه من الحي بياض، وفشل المسكين على إنه يحصل على عمل لحد ما يئس من دنيته وبدأ يسلم أمره لرب العباد. والحياة بياض يا جدي، عملت ايه؟ وتمر ايام وايام والحياة بياض توفي عدتها، واتجوزت بياض من سليم، وطبعا ما اتجوزهاش حبا فيه، لكن حب وطمع في اللي استولت عليه من مهران. وأصبح دار الشيخ السوالمي وكر الأصدقاء السوء ولعب الميسر، بعد ما كان دار التقوى والطهارة والناس الطيبين الأشراف. وكان دائما سليم بيخسر، ولما تخلص فلوسه يروح يطلب من الحي بياض فلوس تاني. بياض. نعم. ايه عايز فلوس منين؟ ان شاء الله منك، من فلوس المحصول. كان على عيني اخر فلوس لسه واخدها من ساعتين يا سليم. خسرتهم وعايز فلوس اعوضهم. كل مره بتقول لك ده وبرضك بتخسر، لحد ما خليتني جربت ابيع الارض. ومال نبيعها واخد حقي وابقى حر مالي. انت بتقول ايه؟ بقول حقي يا بياض، ولا انت ناسي ان ليا النص في الارض والدار؟ انت باين عليك اتجنيت. اتجنيت يا بياض؟ انت ناسي الاتفاق اللي بينا، وان انا اللي خططت وجوزتك لمهران؟ ايه عايز تاكل حقي؟ اسمع يا سليم، انت مالكش حاجة عندي، والارض ملكي والعقود باسمي. لا يا حلوة، انا ليا حق زي زيك ولازم ناخده. انت مالكش حق عندي. لا ليا، وهدي بالدار لحد ميلاد العقود واخد حقي. الحية بياض تلعب لعبتي وتخلص من الجميع، سليم ومهران. بالفعل اتهمت الحكومة مهران بقتل سليم، وبدأت تدور عليه في كل مكان.
تصدق إن مهران أبو قلب طيب ممكن يقتل. لا حول ولا قوة إلا بالله، كفاية يا مهران يا ولدي كفاية. قوم أنا جمعت لك مكان هتقعد فيه ومحدش هيعرف مكانك أبدا لحد ما نشوف حل للمصيبة دي. ويغدو الشيخ مبروك لمكان بعيد عن عيون البشر ويطمن. دقيقة يا ولدي أنور لك اللمبة. اسمع بقى يا مهران يا ولدي، وبدأ الشيخ مبروك يطمنه ويحسسه بالأمان. وكان الشيخ مبروك يرعيه يأكل ويشرب ويطمن عليه. شمس يا بنتي، وهنسيبه كده يابا؟ رب القادر يفك كربه. وهيكون حد شافك يابا وانت جاي من عند مهران؟ لا ما ظنش. طيب اما اقوم افتح الباب. لا خليك انت هنا، انا اللي هقوم افتح الباب. مين؟ صديق يابا الشيخ مبروك. صديق؟ صديق ولدي؟ وحشتني يا ابو الشيخ مبروك. وانت كمان يا صديق يا ولدي. ادخل ادخل يا غالي يا ابن الغاليين. الحمد لله على السلامة يا صديق. الله يسلمك يا شمس. الشاي يا شمس. حاضر يا ابوي. تعال يا ولدي اقعد يا صديق. ايه الغيبة الطويلة دي يا صديق؟ غصب عني يا ابو الشيخ مبروك. غصب عنك؟ غصب عنك ليه يا ولدي؟ هو انت مش رحت مصر عشان تكمل علامك؟ لا كنت في مصر ولا كنت بكمل علامي. امال كنت فين يا صديق؟ ده حكايه طويله. انا كان قلبي حاسس ان في حاجه. احكي لي يا ولدي. احكي لك. في ليله كنت قاعد اذاكر، دخلت بياض قالت لي كلام ما يصحش ينقال، ضربتها بالقلم سابت الدار ومشيت. ولما راح مهران يرجعها الدار قالت له كلام غير الحصر.
ولما رجع مهران الدار كان الشر مال عينيه، خدني في مكان بعيد وضربني على راسي ورماني في النيل. ولما اطمن اني غرقت سابني ومشي، وما كانش يعرف ان النيل اللي رماني فيه هو سبب نجاتي من الموت، لان الميه فوقتني وربنا كان كاتب لي عمر جديد. ومشيت في بلاد الله وعهدت نفسي اني ما ارجعش تاني واصل. واشتغلت علشان اصرف على نفسي واقدر اكمل علامي. وفي يوم لقيت صورة مهران في الجريدة وصعب عليا مهران الغير، وقلت لازم ارجع وقف جنب اخوه. معقول؟ معقول يا مهران انت اللي تعمل جديد في اخوك صديق؟ هو دول اللي حصل ابو الشيخ مبروك؟ اسمع يا صديق يا ولدي، مهران قلبه طيب وعمره ما يعمل كده. اكيد الحية بياض قالت له كتير. لسه شوف ابو الشيخ مبروك. حاضر يا ولدي هخليك تشوفه، بس بلاش الليلة. الليلة اللي جاية إن شاء الله هروح أنا وأنت، بس عاوزك تعرف إنه مهران ما قتلش، ما قتلش. وفي الليلة التانية أخذ صديق وياه وراحوا لمكان مهران. شفت مهران زنت الشباب حاله وصل بيه لحد فين؟ اسمع يا شيخ مبروك، مش عايز مهران اخوي يعرف ان انا جيت. ليه يا ولدي؟ كلها يومين وهتعرف كل حاجه. تقابلني بيها بياض؟ وعاوزنا قابلك كيف؟ اتغيرت جو من ناحيه. ليه؟ انت ناسي اللي انت عملته معايا؟ لسه يدك معلمه على خدي. لساكي فاكره بياض؟ اعذريني، حقك علي. انا كنت خايف من اخويا مهران، بس دلوقتي خلاص بعد اللي عمله معايا وطردني من دار ابوي، دلوقتي انا تحت امرك يا بياض. تقصد ايه؟ يعني خلاص مهران قتل والحكومه بتدور عليه، وبكره ولا بعده هينقبض عليه وينعدم، يبقى ليه ما نعيش حياتنا ونتجوز يا بياض؟ ونجح صديق انه يقنع الحية بياض انه بيحبها وعاوز يتجوزها، واقتنعت بالفعل. وبعد ايام كانت الحية بياض كملت عدتها. وفي يوم جاب صديق المأذون واتنين شهود علشان يكتب كتابه على الحية بياض. Thank you.
تخافش يا مهران، انا اخوك صديق. لا اخوي صديق مات، اخوي صديق مات، ربنا نجاه من الموت يا ولدي واداله عمر جديد. نقول اخوي صديق عايش، عايش ابو الشيخ مبروك. بس ازاي؟ ازاي يا صديق؟ ده انا قتلتك بايدي يا دود ورميتك في البحر وما سبتكش حتى بغلقت قدام. ربنا اعطاك عمر جديد يا اخوي علشان ما تحزنش على اخوك حبيبه. ده انت مش حبيبه بس، انت اخوي وابن امي وابوي وابن ربيتك. فاكر يا صديق لما كنا بنلعب الحصان وطب لك الجوافية والمنجي من على الشجر؟ فاكر لما كنت بتتعب يا وهب كنت بشيلك على كتاف الدور واجري بيك للحكي وصار عليك على شبيك ودمك؟ لما كان ربنا بياخد بيدك كان قلبنا بيتفطط من الفرح ونقول الحمد لله ان ربنا خد بيدك. ما اعرفش ازاي يا صديق ايدك مدت عليك وانت واقف حي والشيطان غوان. انا لك يا صديق، صديق ابن امي وابوي، صديق اللي ربيني. فسامحني يا واد، ازاي اكون اخوي؟ ده انت اخويا الكبير حبيبي يا صديق مهران اخوي حبيبي. ماشي يا صديق، بقى كده سيبني يوم كاتب كتابي، معرفش ليك طريق. ماشي. مين؟ مهران؟ أمال فاكرة مين يا سنور؟ عايزة مين يا مهران؟ من جهة عايز، فأنا عايز كتير، كتير قوي يا بياض. أنت مالكش حاجة عندي، واخرج برا داري بدل ما صوت وألم عليك الخل. صوتي؟ صوتي يا بياض. ليه؟ ما أنتش خايف من الحكومة؟ هو انت ناسي ان عليك حكم بقتل سليم؟ الا بالحق يا بياض، هو انا فعلا صح اللي قتلت سليم؟ ايوه صح، والبلد كلها شاهدي. بجد؟ ايوه بجد. طب ايه رايك بدي ان ليك عندي مفاجاه كبيره وكبيره قوي يا بياض؟ ده اعتراف منك انك قتلت سليم، وكمان اخدت الدار والارض بالتزوير، وادي ختمك وبصمتك. ختمي وبصمتي؟ ختمك وبصمتك، بس الفرق ما بيني وما بينك انك ختمت وبصمت وانت صح يا بياض. انت اكيد اتجنيت. فعلا اتجنيت، اتجنيت يوم ما اتجوزتك ويوم ما دخلت دارني، دار الاشراف. انت فاكرة ان اخوي صديق اتجوزك بجد؟ فوقي ده اخوي وكمان محامي وعرف ياخد حقه وحق اخوه، بس طريقته. تقصد ايه؟ انت فاكرة ان المأذون والاثنين شهود مأذون وشهود بجد؟ لا، دول اصحاب اخوي صديق وحبوا يجملوه، وانت طبعا الفرحه كانت عامي عينيكي وختمت وبصمت على عقد الجواز، قصدي على عقد بيع الدار والارض واعترافك بقتل سليم وكمان التزوير. بس عايز اعرف حاجه واحده، مش هو ده صديق
اللي قلت عليه انه بتحرش بيكي ومش طايقاه. امال كنت عايزه تتجوزيه ليه يا بياض؟ سكت ليه يا بياض؟ تنطقي. ودي جريمه دارتي يعاقب عليها القانون، بس انا مسامح فيه. وكفايه عليك جريمه القتل والتزوير، دول وحديهم عقوبتهم اعدام. ولو الباقي استرغب بيكي هيخليها تأبيدي. واتقبض على الحية بياض واتحكم عليها بعشرين سنة سجن، ودي نهاية كل ظالم. وتقعد شمس النهار من تاني، ويرجع مهران لحضن أرضه يزرعها ويحضرها بيده زي زمان. اللي بيكون فرحان بيه وزي الأول يقطف لي الفاكهة من على الشجر ويأكل بيده. وترجع المية المجاريح وصديق لحضن مهران. فيه فيه ما تنامش زي كل مرة وقوم كمل الحكاية. حكاية ايه يا بنتي؟ ما خلصت خلاص. وبعدين يلا روح روح على البيت، زمان ابوك وامك بيدوروا عليكي. صفيه انت يا بنتي يا صفيه، انت قاعده هنا يا بنتي واحنا جالبين الدنيا عليكي. انا قلت لك من الاول يا شمس انها تحت الشجر عند ابو الشيخ مبروك، وانت ما صدقتيش. وانت تعالي يا مكسوفه الرقبه لما روحتي في البيت. وانت يابا الله يسامحك الله يسامحك يابا. اياك تكون حكيت لها الحكايه اياهي، ما انا خبرك زين، ما بتتبلش في بوقك فولي ودايما فضحنا وسط الخلق. اني الله يسامحك يا مهران يا ولدي. طب اسمع يا بشيخ مبروك، انا هماشي الجماعه دول ونقعد انا وانت على رواقي تحكي لي الحكايه عشان بحب اسمعها منك. ماشي ماشي يا مهران يا ولدي. المهم جبت الاماني علشان دول مش هيمشوا من غيري، انا خبيرهم زين. ايوه جبتهم. اهم مبسوطين مبسوطين. طيب يا اخوان توهي يلا بقى على الدار عشان عايز ابو الشيخ مبروك في حاجك دي. يا سلام يا اخوي، انت نسني النهارده الجمعه وده معاد فصحتني. ما جاش من جمعه يا شمس. يلا يا اخوي يلا يا اخت عبد الله يلا انت كمان. طب ما تزوجيش جدي، انا عارفك عايز تقعد تسمع الحكايه وحدك. ماشي ماشي يا مهران. امشي يا بت جاكي باشا اشفروكه بت. تعالى يا مهران. جاي لك يا بشيخ مبروك. تعالى يا ابني يلا بقى احكي لي الحكايه. احكي لك ازاي بس يا مهران يا ولدي، والناس دي كلاتي قاعده تتفرج عليني. ايوه صحيح يا بشيخ مبروك. طب استني جرى ايه يا حبايبي؟ مش سمعت الحكايه خلاص؟ يبقى اللي وراه مصلحي تقوم تعملي، واللي وراه مشوار يقوم يقضيه. وزبوني بقى سمع الحكايه على روادي مع بشيخ مبروك. احكي يا بشيخ مبروك احكي. كان يا مكان وما يحلى الكلام
إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. مصر بكل فخر.